بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف نظرة على البيم 360 فيلد في الايباد. اول ما بدخل بلاقي فيه سامين هنا، السامين دول على اساس ان انا اعمل سنكرونايزيشن لو في اي جديد عندي، تمام، او في حاجة عايز احملها من على السايت بتحمل تبقى موجودة على الموبايل، بحيث اقدر اشتغل بدون ما اكون عند الانترنت. بحيث لو انا موجود في الموقع ما فيش انترنت ما فيش مشكلة، كل البيانات موجودة على الايباد وبعد كده بتعمل لها سنكرونايزيشن. باجي هنا ده اليوزر، لو انت عايز تختار مشروع تاني او تدخل بمستخدم تاني. باجي هنا بلاقي ان هنا في الاشيو والشيك ليست والدايل ابديت الاكيوبمنت. هنا بقى بيجيب لي الحاجات عندي، هل المهمة دي اوبن ولا كلوزد ولا نوت ابروفد، وممكن احط اي كومنت انا عايزه. أو ممكن اقول له انا عايز اضيف اتاشمنت بقى بيبقى زي صوره بي دي اف زي ما انا عايز. بدوس علامه الزائد، اختار مثلا اذا كنت هحط صوره او اخش اللايبراري واختار اي حاجه من اللايبراري وليكن هكذا، تمام. ممكن في اي وقت ادوس هنا بحيث يبدا يعمل ابديت. الشيك ليست ابدا اشوف الشيك ليست اللي عندي. ممكن تكتب اي كومنت على اي حاجه في الشيك ليست. الدايل ابديت يجيب لك النتيجه، حيث ممكن تكتب انت اي حاجه اي ريبورت، تمام. المكان فين، الهاي اللو الويند الفيزيبيليتي الليبر عدد ساعات العمل الجنرال نوتس، تكتب النوتس اللي انت عايزها. التاسكات تكتب بقى بالتفصيل التاسكات المطلوبه والكاتيجوري والاساين تو والسكادول والتشيك ليست الاكوبمنت الاشيو الاتشمنت الاكتيفيتي. احنا بنقول بس نظره سريعه، وان شاء الله كل حاجه من الحاجات دي تشرح بالتفصيل. الموديل مثلا خلينا نختار موديل زي دوت، تمام. تقدر تعمل زوم، تقدر تدخل جواه، تقدر تشوف اي حاجه تعايزها، تعمل لها مثلا ايزوليت تشوف هي بس لوحديها، تمام. الفوتو دي الصور اللي موجودة، مثلا الصورة دي كانت امبارح،